فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستحلال للمعاصي هل يكفر من فعل ذلك؟ وهل المعاصي تختلف بالنسبة للاستحلال؟ الاستحلال ما أجمع على تحريمه، انتبهوا، ما أجمع على تحريمه من استحله كفر، أما ما وقع فيه خلاف لا، ما يكفر من استحله، لكن يكون مخطئا وينبه ويبين له أن هذا القول أنه خطأ وأن الدليل كذا وكذا، يبين له هذا، لكن لا يكفر. نعم.